السلام عليكم، مرحبا بكم في نوفيل فيديو لينا اليوم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى الف خير. اليوم جيتكم فيديو جديد وفلوج جديد واللي هو حفل حنة. تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش ما تراتيو حتى حاجة. وقبل ما نبداو لا فيديو بلا ما ننسى نشكر بعض الاخوات اللي كانوا سقساو عليا. انا حبيت نقول لكم هذا المنبر انه كان عندي مشكل في القناة وبعد ما صلحت المشكل تاعي رجعت لكم، وان شاء الله هذه المرة ما نزيدش نطول عليكم ونبداو لا فيديو تاعنا. نرجعو للموضوع. كما راكم تشوفوا هنا عندي لا شوميز والبنطالون، هادو لا شوميز والبنطالون اللي حضرت بهم. هاد البنطالون في النوار في هاد نوائر في الارجنتي، ولا شوميز تاعي سامبل وفيها كيما راكم تشوفوا هاد لي ديتاي. وهنا عندنا القفله في الارجنتي والجهه التحتانيه تاع اليدين جايه لارج على هاد الشكل. كما راكم تشوفوا هي كامل هاد القمجة في البلون، ما تقدروا تزيدوا تضيفوا لا بروش ولا سنسلة ولا اي حاجة. هو الكول تاعها، انا فضلت لبسها كما راها، كل واحد وكيف يفضل. ولبست مع هاد البنطالون، هو كما راكم تشوفوا اللون تاعو، ورافقته مع هاد الساكاما. هاد الساكاما اللي كان في البلون يجي في هاد السنسله لداخل، اللي يحب يعلقو ولا يجبد هاد السنسله، واللي يحب يرفدو بلا هاد السنسله يدخل السنسله تاعو ويرفدو. نتوما تقدروا تعملوا فيها البورتاب تاعكم، الغوجا، لاف، اي حاجه خفيفه تجبروها على يديكم. وهنا رفقت مع لي زاكسيسوار كما راكم تشوفوا لي بوكل دوغي، اختاريت هادو اللي كانوا في النوار. كما شفتوا معايا اللبسه تاعي كانت في البلون والنوار، فضلت انو نستخدم هاد لي بوكل دوغي. والخاتم انا استخدمت ثلاث خواتم، هاي الخاتم الاولى هو بعد ما سييته جات على هاد الشكل، غير خاتم وحده تاع اليدين، وهذه تاع الدميعات، وهذه في النوار، هادي تجي غير في الحافة تاع الصبع، تجي على هاد الشكل. صورتها بعد ما سليتها وريتها لكم. وهنا مشينا للمكياج، انا نحب حاجة خفيفة ظريفة، ما نحبش نشارجي، كل واحد والذوق تاعه، ونحب بزاف لي كولور كلاغ. انا تبالي لي كولور كلاغ يضويو الوجه، كل واحد على حساب لابو تاعه. هنا بديت بهذا الغيسيل اللي يعجبني بزاف بزاف ونستخدمه. هنا عندنا لي فارا بوبيير، الفارا بوبيير بلي كولور كلير في الغوز موف. هنا عندنا تراسالير هاد لا كولور، ايلاينر في النوار، كاين بزاف كولورات في البلو في الغوج. وهذا الفون دو طون، انا يعجبني بزاف بعد ما كملنا وجدنا رواحنا وجينا لدار الحنة، ما قعدناش بزاف وجابوا العروسة من عند لا كوافوز. كما راكم تشوفوها ملوطة الكورتاج تاع تاع ولا اروع. نخليكم مع الصور ونعاود نرجع لكم. وبعد ما شطحوا وزها وجا المومون د العشاء، كانت هذه هي الطاوله ديالنا للعشاء. عندنا فلفل، سلاده، ماسيدوان، حريره، وحنا ما قعدناش بزاف وروحنا. كما تعرفوا المومون تاع المشتى، البرد، اون بليس الكونفينمون، حبينا نقعدو اكثر من الله غالب. وهنا الطبق الثاني اللي كان عباره عن البرقوق واللحم، او بعد ما تعشينا وكملنا الحمد لله جينا زدنا قعدنا شويه
العروسه جات ما شاء الله، لا دحله ولا لبسات ولا اي حاجه ما شاء الله. وهنا الصينيات تاع الحنه كما راكم تشوفوا، هذوك القوالب تاع السكر، الحنه، الشميعات. بالبركه عليها كل شيء فات طوب. ان شاء الله الفيديو ديالي اللي نهار اليوم يكون نال اعجابكم. اذا عجبكم هذا النوع من الفيديوهات ماذا بكم تكتبوا لي في التعليقات، وبلا ما تنسوا تدعموني بالاشتراك واللايك والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. باي باي.